تامر حلقتك اتفضل. فمباراة سيمبا اللي عجبني طبعا سيمبا كان مركز جدا على قفل الأطراف للأطراف النادي الأهلي. الأهلي كان بيشتغل على ان هو تغيير اتجاهات اللعب كتير شوية في الطرف الشمال شوية في الطرف اليمين. لما لقى ان سيمبا مركز على قفل الأطراف عالجها بحاجتين، التمرير في العمق او المهارة بصراحة، وبالتحديد عن طريق مهارة رمضان بيكم. الكرة كانت زي ما انت شايف يا هيما، كل ما بتروح على طرف من الاطراف بتلاقي 3 4 لعيبه من سيمبا بيعملوا زي حائط صد بلوك كده قدام الطرف. الكرة هنا كانت من ايمن اشرف لاجاي، هتلاقي في 3 4 لعيبه من سيمبا بيبداوا يروحوا يعملوا كانهم عاملين سكرين علشان يمنعوا لعيبه النادي الاهلي من التمرير لمحمد مجدي قفشه اللي قدام الحكم. هنمشي بالصوره اللي بعديها. الموضوع ده اشتغل على طول، بص حتى هم بيمسكوا بعض، الراجل اللي رابط ايده الشمال بيمسك الراجل وثلاثه والرابع كمان جاي معاهم عشان يقفلوا الاطراف. الاهلي طبعا بيرجع خلاص غيروا الاتجاه، وعمر السوليه ومحمد مجدي قفشه بيوجهوا بنبدا من تحت لانها قفلت من هنا، رجعوا البدر بنون اللي بعديها هتيجي بقى في لرامي، ورامي حطها لرمضان بيكم. قبل الصوره اللي فاتت بس معلش يا شباب قبل ما تخبط، بص نفس الموضوع يا هيما، 1 2 3 4 كله بيميل ناحيه الطرف اول لما الكره ما بتيجي ناحيه على الاطراف، الاطراف يمين او شمال. دي حقيقة الكلام. الحالة اللي بعديها، الحالات دي اتكررت كتير جدا لغاية لما النادي الاهلي بدأ يدي تعليمات اكتر واكتر. بص نفس الموضوع، 4 لعيبة على الاطراف قافلين الطرف الشمال وبيبدأوا يضغطوا لغاية لما هيرجعوا لبدر بنون. بدر بنون هنا رامي ربيعة هيروح برضو لرمضان بيكم. الصورة اللي بعديها لديانج الاول، تجميع تمريرات. طبعا هما كانوا بيلعبوا 4-1-4-1 ودايما كان في واحد هو اللي بيبادر بالهجوم. هنا بقى ده اللي انا بتكلم عليها، اشتراك من العمق بباص بالظبط. هنا حسين الشحات دخل عند الدايره واجايه دخل ضموا الاثنين لجوه، بداوا يتحركوا في ظهر الاربعه بتوع نص الملعب، علشان كده الاهلي بدا يغير الفكر بتاعه ويمرر في العمق. هنا حسين الشحات واجايه بقى معاهم مساحه كويسه جدا وممكن يعملوا هجمه في منتهى الخطوره. اتحطت في الطرف الشمال لقفشه، قفشه حطها تاني لحسين الشحات، لكن حسين اخذ القرار الغلط، في 4 قدامه والراجل على بعد نص خطوه قدامه ومكرر برضو او مصمم ان هو يشوط، خبطت وعليت واعتقد راحت لعمر السوليه. الصوره اللي بعديها راحت لعمر السوليه. دي الحاله بقى هيما اللي كانت اول حاجه الاهلي عالج الموضوع ده ازاي، قلنا بالتمرير في العمق. الحاله الثانيه كان لما كان بيبقى فيه تصميم على الاطراف اللي كان بيضرب الموضوع ده المهاره بصراحه. هنا رمضان وحسين بيطلب الكرة وفي 3 من سيمبا قافلين، والراجل الرابع رايح يضغط على مين؟ على الكي بلاير بتاع النادي الاهلي اللي هو محمد مجدي قفشه. رمضان بيكم حط لحسين الشحات، حسين بداوا يضغطوا عليه عشان يخلوا ظهره للاوت ويقفلوا له زوايا التمرير كلها، لكن كان حسين اسرع بسرعه وحطها ما بين الاثنين. هنا رمضان بقى استلم وبقى بين 3 مرقصه. بس الغريب ان انا كان قبل ما يشتغل فردي انا قلت كان هيعمل 1 2 مع محمد مجدي قفشه، لان قفشه هرب من الرقابه سهل جدا ببطن رجلك الشمال لقفشه على كده. واحنا بنقدمه لجمهور الاهلي كنت جايب له 3-4 مرات مع دجله. ايوه يعمل ليه الراجل بكل قلب ميت قام داخل وسط الاثنين ومشتغل معاهم بمهاره قلبهم مظبوط. بس عاوز ارجع للصوره اللي فاتت عشان من اهم المكاسب يا هيما، الراجل محمد شريف تحركات محمد شريف بقى فيها وعي كبير جدا بصراحه. لازم اعترف ان محمد شريف في البدايات ما كنتش بشوفه المهاجم 9 اللي هو الصريح ماشي، لا بيثبت انه بدا يكتسب تحركات المهاجم الصريح ماشي. اسرع بقى شويه يلا بينا. هنا بيكم فات من الاثنين وضربهم. هتبص ان هتلاقي محمد شريف راح قطع على القايم البعيد عشان ما يقفلش التمريره، لو اتحطت لمحمد مجدي قفشه على الارض ما يروحش يجري من قدامه. بيكم عملها على القايم البعيد محمد شريف دايما بيتحرك في ظهر السنتر باك اللي اسمه واوا، الراجل اللي هو الافواري السنتر باك اللي كان بيلعب في المريخ ماشي. اللي رافع رجله في الكره دي، محمد شريف حاططها بضربه راس قويه جدا جنب القايم اليمين، فاتت ما جاتش جول. اخر حاله معايا اللي هي حاله الجول، حاله الجول ده بيكم معاه مساحه في الطرف اليمين، مشي حطها لحسين الشحات واتحرك في ظهر الناس. الصوره اللي بعديها بص محمد مجدي قفشه، الصور اسرع شويه يا جماعه. بص محمد مجدي قفشه هربان من الزحمه كلها، فين؟ عند بوز ال 18 الناحيه الثانيه. حسين الشحات اشتغل عليها زي ما قلت لك، الاهلي بيشتغل على تغيير اتجاهات اللعب كتير. محمد مجدي قفشه استلم الكره كويس جدا، بص محمد شريف فين، لان محمد شريف باستمرار بيبص على السنتر باكين. الصوره اللي بعديها
بص محمد شريف بيشوف هو فين في الملعب، هو عشان انا اقف فين بناء عليها اهرب من الرقابه. محمد مجدي قفشه دخل لجوه وحطها برجله اليمين، الراجل واقف متمركز عند نقطه البنالتي، قفل خبطت وراحت لعمرو السوليه ورجع الاهلي جابها تاني وحطها لقفشه. بص برضو محمد شريف بيبص فين، بيبص على السنتر باك هو ماسكني ازاي وهتحرك وههرب منه ازاي. محمد مجدي قفشه دخل لجوه وعمل الكروس، محمد شريف طالع ومش خايف من الجول كيبر وحطها وخدمته طبعا وبرجله وهو واقع على الارض، حط جول الهدف المباراه الوحيد.